مجاهدة من المحاربين القدماء. تفضل أستاذ زكاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك رب حمد الشاكرين وأحمدك رب حمد العارفين. أحمدك رب كما يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم عليه عدد من يصلي عليه وعدد من لا يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم. وارض اللهم عن الصحابة الميامين أبو بكر عمر عثمان وعلي، وعن الزوجات الطاهرات الشريفات، وعلى كل من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع المبارك الطيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة أنا لست كأمثال أستاذي حج عروسي وأستاذي أستاذ ولها وبقية الأساتذة، ولكن راكم شرشتوني وجيت فقط أقولها من باب الأمانة، من باب الأمانة. أنا أستاذة وأم ومربية ومربية. أنا أم يعني ولية. إي نعم، ولية. إحنا عندي مانيش نهدر باسمي، راني نهدر باسم الأستاذات. صفتي أستاذة وبصيف والأساتذة إخوتي اللي راهم قدامي. إحنا أول من علم التلميذ الوضوء هو الأستاذ، أستاذ الشريعة الإسلامية. أول من علم الفتاة الحجاب الشرعي والأخلاق الحسنة هو أستاذ الشريعة. نحن كنا نساعد المؤسسات على نشر الفضيلة والأخلاق، وأصبح الأستاذ المربي اليوم يهان، وأصبح الأستاذ المربي اليوم في الطرقات أصبحت يعني الصحافة تستجيب وتسأل كل من هب ودب في الطرقات ماذا تقول في إضراب الأساتذة، فيتكلم كما قلت كل من هب ودب عن الأستاذ. أستاذ يحوس على الدراهم، ما شبعوش على كروشهم. هيا نقول كلمة حق. الأساتذة، وأنا راني ما نقصد حتى أستاذ، أنا لو كان يقول لي أستاذ خارج قطاع التربية بما يسمى الدروس الخصوصية، يقري لك ابنك وتمدي لي 5 ملايين وست ملايين في الشهر ويضمن لي ابني يجيب البكالوريا، نمدلو المبلغ. لا احنا وش رانا نديرو في المؤسسات؟ من يحب التلاميذ؟ يحبهم الأستاذ. التلاميذ أبناؤنا، أكبادنا تمشي على الأرض. والله العظيم ليس هناك من يحب التلميذ كمثل الأستاذ. ليس من باب العاطفة كأم أقول هذا، وإنما هذا من باب الحقيقة. أنا التلميذات هما اللي كانوا يبكيوا في الحضن التائي. حتى التلاميذ الذكور يعود عندهم مشكل ما يروحش للإدارة، يجي للأستاذ. وكم من مرة ومرة بكينا ومشينا مع التلاميذ الأبناء. لو كان تجيبوا هنا التلاميذ نتوعنا ما راحين يقبلوا بحتى أستاذ. التلاميذ يحوسوا علينا احنا، يحوسوا على الاساتذه نتاعهم. احنا بالهم شكون حنايا، احنا بالهم شكون حنايا، احنا اللي مشينا معاهم بصدق، احنا اللي مشينا معاهم باخلاص. وانا اقول من هذا المنبر، انا كمربيه في الجزائر، الجزائر توصل مكانه الاستاذ الى هذه الدرجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت معلما. نحن ننتهن مهنة الأنبياء والرسل، وإنما من هذا المنبر أنصح نفسي وإياكم بالصدق والإخلاص في أداء المهمة. حتى لو كان يبقى لك عام لازم نكمله، نواصل حتى نصل،
سامي دون. إذا الخص نواصل في الصدق وفي الإخلاص وفي العطاء حتى نلقى الله عز وجل ويكون المولى تبارك وتعالى راض عنا. قال تعالى في محكم تنزيله: واتقوا الله ويعذبكم الله. احنا يا الرزق على ربي، احنا لا نكليت بالتعليم، انا كليت من عند ربي سبحانه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله ترى انت 25 سنة انا بنيت قصر، بنيت ماكلة شاربة متهنية الحمد لله. الفضل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الفضل لله تعالى وحده لا شريك له. لا مات أحد من جوع، لا مات أحد من جوع. نعم، إذا نريد الكرامة، نريد العزة، نريد المكانة للأستاذ للمربي. نعود نسمي وروحنا، أنا مانيش أستاذ، أنا مربي، أنا مربي، أنا مربي، مربي الأجيال. قولي كلمة تعيب. ربي يباركك، ربي يباركك واستغفرك. أقول اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تترك فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح عيد الوزارة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. آمين. شكرا لك. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. سامي دون. للإضراب مواصلون. أن بدأت جميع جمعيات على مستوى المؤسسات المنخرطة، ثم وصلت إلى مجلس ولاي، ثم مجلس وطني. والله العظيم أي دولة ديمقراطية ما تقدرش ديرها كما دارتها الكناطير. دولة ديمقراطية ما تديرش كما دارت الكناطير، لأنها دائما تمشي بالقاعدة، وتقوى تقوى بالقاعدة. أيضا النداء الأول هو إلى الأساتذة غير المضربين، أول حاجة ربي يهديهم، هذه الحاجة. أمين. الحاجة الثانية، والله يحز في نفسي أنه يكون زميلي معايا في نفس المطالب ونفس الهموم ونفس المشاكل، ومن بعد يقول لي ما يعنينيش، وكأنه راه يخدم في قطاع آخر، وهذا عيب. الحاجة الأخرى واللي تضر الأساتذة بزاف، خاصة المضربين، أنه كيف يعقل أنه أستاذ يمشي معاك يقول لك أنا معاك في الإضراب، ومن بعد من الآخر يتخلى عنك؟ هذا المرتد. والله العظيم هذه ليست له صفة أستاذية. يقول لي يوم الزحف. أنا نحيي الكلمة أستاذ العريب على باكم شوية سخون. نشطوا شوية. فرّا خليه فرّا. خليه فرّا خليه فرّا. عنده شحنة فرّا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا المهم انا النداء تاعي الاساتذه تاع المتوسط، اساتذه المتوسط والآلين الزوال ومعلمين الطور الابتدائي، ليكون في علم الجميع ان نقابه الكنافس ما بقاش نقابه اساتذه التعليم الثانوي والتقني، بل توسعت واصبحت لمستخدمي التدريس ثلاثي. أنا أطلب من الأساتذة أو المعلمين والأساتذة الالتحاق وتشكيل وتأسيس فروع داخل المؤسسة. لماذا؟ لأنه الفضاء الوحيد صراحة، الفضاء الذي يستطيع الأستاذ أن يعبر عن مطالبه وانشغالاته هو هذا الفضاء تاع الكنافس، لأنه كل قرار
وكل مطلب أو المطالب كلها تتخذ وتناقش على مستوى القاعدة في قاعة الأساتذة في قاعة الأساتذة، ثم بعد ذلك تصعد إلى القمة إلى المجلس الوطني. المجلس الوطني لا يبث في مطلب أو رجوع أو تعليق إضراب إلا إذا عاد إلى القاعدة. من هذا المبدأ صراحة لا يوجد فضاء، أنا صراحة لم أجد فضاء سوى هذا الفضاء. أناشد وأطلب من الأساتذة الأعزاء الكرام زملائي الأساتذة المعلمين ابتدائيات، أناشدكم أطلب منكم تشكيل فروع، أجعلوا عندكم غطاء قانوني تنشطون فيه، مكان حتى إشكال، المكتب مفتوح، البطاقات موجودين، تديوا الاعتماد، شكلوا فرع، تديوا كل الغطاء القانوني ما تقدروا. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا هناك أساتذة في المتوسط، كاين أستاذ وحده مضرب متوسطة، تحية خاصة الأمر الثاني، أنا قلت رجال قلت الجنعوي ومن يرتضي غير كنافس نقابة فلن يقبل منه، ما كاش نقد أخر غير كنافس، وهو في تربية من مذلولين، مذلول مكتب النقابة مفتوح 24 ساعة، لا تعمل سقف ولا أي ساعة، هذا المكتب موجود أي وقت، أي متوسطة ولا مدرسة بزيد حتى خارج أهلا وسهلا. هذا قرار تاع مؤتمر وطني لا نقاش فيه، وحنا كمناطقين في الكرافيس نلتزم بقرار النقابة ما نقشوهاش. ما يقوليش واحد الشيخ الموسع من وسع، هذا أمر جوزنا خلاص. كاين بعض عاد المضربين اللي كانوا مضربين على قبل بعد ما ضربوش، الحجة تاعو شي هي قالك وسعتو أنا ما نضربش، هذا ضعف، لأنه النقابة التزام، النقابة التزام. يعني ما كاش نقاش خلاص. متوسط بدائي اللي يحب يقرا في النقابه المكتب مفتوح، وثيقة القرض موجوده، البطاقات موجوده، اهلا وسهلا بكم خاوتنا، مرحبا بهم، بارك الله فيك. الان نحيل الكلمه لباقي اعضاء المكتب اللي يحب يتدخل من الفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. لاحظنا في الاونه الاخيره مديريه التربيه على مستوى 48 ولايه راسلت اشياء رسلت مدراء المؤسسات التربويه وقالت لهم باش يديروا توقيت جديد للسيديات اللي قروا توقيت جديد باش يقروا السيديات التلاميذ، وداروا الكل داروا لهم توقيت جديد من اجل السيديات، كل سيدي يجي يقري من 8 ل 10 قسم ومن 10 ل 12 قسم ويجي يقري بعده سيدي الاخر، داروا هنا بهالطريقه هذه. وهذا الناس هذون اللي راهم رضوا الواحد باش يكونوا سيديات لازم تعرفوا باللي متقاعدين رفضوا باش يجوا في بلاصتنا ويديروهم عصايه يهربونا بها. الناس اللي حاطين ملفات وما نشروش المسابقات سابقه استدعتهم مديريات التربيه باش يروحوا هما ثاني يولوا سيديات ورفضوا. بصح كاينين اللي معانا احنا قبلوا باش يكونوا سيديات، علاش؟ لانه كاينه واحد النقابه واحده اخرى على سواء اسمها سيدي. أنا حوس عودوا تابعين ليه وراه هو في نفسه قرح عند السيديات التوعي اللي عوضوا الأساتذة. السلام عليكم. شكرا. كرباس كرباس تحية إكرام وإجلال لأشاوس نقابة كنافس. هي دعوة مختصرة لمن أو للأساتذة غير المضربين أن يلتحقوا بهذا الركب، بأن يلتحقوا بهذا الركب، وهي كلمة انتقاها بعض زملائي أعضاء المكتب النقابي لثانويتنا، وكلفت بإلقائها على مسامعكم. قد تكون طويلة نوعا ما، لكن الصبر فقط، لأنه المشوار لا يحتاج إلى صبر. زميلاتي وزملائنا سجلات تحية إجلال وإكبار لكل أشاوس كنافس.